زيارة كيم جونغ أون إلى موسكو، زيارة الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ، أنباء عن صواريخ كورية شمالية زود بها الجيش الروسي، ثم عن جنود كوريين على جبهة المواجهة مع أوكرانيا. تطورات متلاحقة انتهت بتوقيع البلدين اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تعزز من حلف موسكو العسكري وتحمي بيونغ يانغ من التهديدات. تنص معاهدة الشراكة على تلبية المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الشمالية بتقديم المساعدة العسكرية بشكل فوري في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم مسلح، بالإضافة إلى توسيع التعاون في عدة مجالات منها الاقتصاد والاستثمار والغذاء والطاقة. كما يتعهد الطرفان بعدم إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة ضد سيادة الطرف الآخر وأمنه وسلامته الإقليمية. إذا لم ننشر الأسلحة الكافية ونمارس الضغط السياسي على الاتحاد الروسي، فإن الخطوة التالية قد تكون استخداماً أوسع نطاقاً للقوات الكورية الشمالية. اتفاقية الشراكة تأتي عقب اتهامات وتهديدات غربية متزايدة تجاه البلدين ومخاوف من تقاربهما العسكري. ووفقاً لمصادر روسية وكورية شمالية، المعاهدة الجديدة هي بديل لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين قبل 24 عاماً. ستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة بين الجانبين بمفعول يسري لأجل غير محدود.